ازيكم، وحشتوني جدا. معاكم جهاد. احنا نعمل مع بعض النهارده اسهل وصفه لعمل الحواوشي في البيت. مكونات سهله جدا وبسيطه، وكمان طريقه تسويه سهله قوي. شوفي معايا بقى الخطوات والمقادير. هيكون معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، معايا بصل متقطع مكعبات صغيره، فلفل رومي، طماطمايه متقطع صغير برضو. التوابل معايا بقى ايه؟ ملح، فلفل اسود، قرفه. القرفه روح اللحمه، يعني انا بستخدم القرفه على طول في اي لحوم موجوده عندي، بالذات اللحمه. تمام. معايا حبهان، جوز الطيب، رشه جنزبيل، توابل لحمه وتوابل حواوشي وشطه. انت بقى والتوابل اللي تحبيها وتفضليها. تمام. هنجيب بقى البوله، هنحط فيها اللحمه، هننزل بالفلفل والبصل والطماطم، وننزل بقى بكل التوابل اللي موجودة عندي. نخلط بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. بعد ما انا هنا قلبت كل المكونات بتاعتي كويس جدا، وانا هنا مكترة الخضار في الحواوشي، بصي النتيجة هتبقى حلوة جدا وطعمه أفضل بكتير من اللي بره. يكفي ان هو حاجة معمولة في البيت، بيت نظيفة، عارفة مكوناتها ايه وعارفة ايه نوع اللحمة اللي بتاكليها. تمام. هيكون هنا بقى معايا العيش. انت بتجيبي عيش بتفتحيه بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هنجيب اللحمة ونحطها جوه الرغيف بتاعنا ونوزعها كويس جدا. الشكل ده. تمام. ده شكل الحواوشي بتاعي بعد ما انا حشيته. شوفي شكله عامل ازاي، تحفة. انا النص كيلو عمل معايا 1 2 3 4 5، 5 ترغفة بس. انا حشية كتير، يعني انتي بقى وراحتك في طريقة الحشو. تمام. هنعمل ايه؟ هيكون معايا هنا صينية. تمام. لان انا هسوي الحواوشي بتاعي على البوتاجاز. هعمل ايه؟ هجيب رغيف الحواوشي بتاعي، واجيب بولة او طبق فيه شوية زيت، وبالفرشة بتاعتي امسح الرغيف بتاعي كده بالزيت وعلى الظهر كمان. طريقة سوى مضمونة، وكمان النتيجة هتبقى هايلة جدا. والناس بقى اللي بتشتكي ان الحواوشي بتاعهم بيكون ناشف، طريقة السوى دي حلوة جدا جدا. وكمان هنتأكد من سوى اللحمة، والحواوشي هيطلع مقرمش ولذيذ جدا، مش هيبقى ناشف، لان في ناس كتير بتشتكي ان هي بتعمل الحواوشي وبينشف منها بالشكل ده. انا هعمل كمان معاكم رغيف. على الظهر كمان. بالشكل ده. تمام. انت بقى لو عندك غطا قد الصينية بتاعتك غطيه. ما عندكيش غطا هتعملي ايه؟ هنجيب فويل ونغطي الصينية بتاعتنا ونحطها على البوتاجاز من فوق على درجة حرارة هادية جدا. ده شكل الحواوشي بتاعي. انا حطيته على البوتاجاز على نار هادية، ومش هعلي النار خالص عشان اللحمة تستوي، ومش هفتح عليه او هقلب الحواوشي عشان ما يلزقش. انا هسيبه خالص لحد ما الاقي ان الطبقة اللي تحت من الحواوشي اتحمرت. هبدأ بقى اقلبه على الناحية التانية. ده شكل الحواوشي بتاعي بعد ما انا قلبته على وشه التاني. بصي ملزقش خالص في الصينية، وانا استنيت لحد ما الطبقة اللي تحت تتحمر شوية عشان لما اجي اقلبه ما يلزقش في الصينية. تمام. انا قلبته على وشه التاني، وهعمل ايه؟ هغطيه وهسيبه يكمل سوا. بعد ما يخلص خالص هوريكي شكله هيكون عامل ازاي. ده شكل الحواوشي بتاعي بعد ما انا قلبته على وشه التاني. بصي عامل ازاي، شكله تحفة وحلو جدا. انت لو حابة ان هو خلاص هو فاضله دقيقة بالظبط وهقدمه على طبق التقديم. لو حابة ان هو يكون طري
انت ممكن تغطي عليه الضيقه دي، ولو حابه ان هو يكون مقرمش معاكي كويس، ما يبقاش اللي هو ناشف قوي يعني، لا يكون في يعني سنه قرمشه كده، سيبيه بقى الضيقه ديت من غير ما تغطيه خالص وسيبيه على النار. هو فاضل له دقيقه وقدمه على طبق التقديم وهوريكي شكله هيكون عامل ازاي. وبكده اكون خلصت الحواوشي بتاعي وجهز معايا. شوفي شكله عامل ازاي، شكله حلو جدا جدا ويفتح النفس وطعمه حلو قوي بدون مبالغه. ودينا سويناه على البوتاجاز من فوق، محتاجش فرن خالص، وطريقه سوى ناجحه. بصي شكل اللحمه عامله ازاي، مستويه ومش نيه بجد. جربيه وسويه بنفس الطريقه اللي قلتلك عليها، ان شاء الله هيعجبك جدا جدا جدا، ما خدش اي وقت ولا مجهود. انا هنا قدمته وقدمت جنبيه سلطه وسلطه طحينه وبطاطس محمره، وكمان حطيت ميه السلطه وعليها شطه. لما بتيجي تاكلي بره الحواوشي بيقدموا لك ميه السلطه بس بتكون مش شطه. يا ريت لو وصفه النهارده عجبتك تعمليلي لايك وفعلي زر الجرس. كان معاكي جهاد من قناتي، قناة صحة وطاقة وجمال. باي باي.